السلام عليكم، ازيكم؟ الحقيقة في أخبار كتيرة جدا طالعة من أثيوبيا لازم تعرفها كلها، لأن في تغير كده في سياسة أبي أحمد، حاجات مش مفهومة شوية. في نفس الوقت في أخبار عن سد النهضة طالعة من الدكتور عباس شراكي لازم برضو تسمعها. إيه اللي بيحصل؟ أول حاجة حصلت حاجة غريبة جدا، إن طلعت مظاهرات في أكتر من مدينة أمريكية بشكل كبير قوي. A local Ethiopian American community gathered to protest in the Galleria neighborhood today. They are asking the U.S. government to stay out of their country. They are worried the U.S. will interfere in the year-long battle between the Ethiopian government and a rebel group. Anayeli Ruiz was at that rally. عاوز اقول لك ان المظاهرات دي ما كانتش في امريكا فقط، لا، دي طلعت كمان في كندا. طلعت في مدينتين بالظبط في كندا بشكل كبير. هي كان في تجاهل نوعا ما من الاعلام الامريكي بشكل تقريبا متعمد تجاه المظاهرات دي. يعني لما دخلت على الاعلام الامريكي مش مغطيها خالص، صحف قليله جدا اللي مغطيه الاحتجاجات دي، نتيجه انها كانت متفرقه، يعني مش كل الاثيوبيين جمعوا في مدينه واحده. تاني حاجه انها كانت قليله برضو، ما كانتش الحاجه الضخمه، يعني الاثيوبيين هم بيصوروا الاحتجاجات دي حاول يبين لك ان هم كتير، بس هم ما كانوش كتير ولا حاجه، بس هو عاوز يبين لك في الاعلام الاثيوبي ان هم حاجه معديه يعني، وده ما حصلش فعلا. بس اللي انا واخد بالي منه ان هم في دالاس، ولايه دالاس الامريكيه، جمعوا 305 الف دولار لاثيوبيا لمواجهه تداعيات الحرب اللي بتحصل والحرب الاهليه والكلام ده كله. لازم تعرف ان المبلغ ده مش قوي، يعني في 305 انت شايفه رقم كبير ان هو يتجمع، بس برضو بالنسبه للجاليات التانيه ممكن ما يكونش قوي قوي. الجاليه الاثيوبيه عندها لوبي في امريكا، وانا باصر على كلامي، واللوبي ده برضو قوي بس مش لدرجه اللوبيات التانيه، علشان بس ايه نبقى صراحة مع بعض. تأثيرهم الخارجي مش زي ما انت فاكر، اوعى تفتكر ان اثيوبيا ممكن تغير حاجة في امريكا او كندا خالص. هما بيحاولوا يعملوا شو مش اكتر مش اقل، وبرضو الشو ده فاشل. لو كان ناجح كان الاعلام الامريكي غطاه، انما كونهم ان هما يتجاهلوه وكونهم ان هما مركزوش معاه، لازم تقف قدام الحتة دي، لان الاعلام الامريكي ما بيسيبش اي مظاهرات تحصل عنده غير ويغطيها. انما اللي حصل ده شو المظاهرات دي لما نزلت على انهي حاجه، كلهم كانوا بيهتفوا نو مور، او هاشتاج كده اسمه نو مور. على فكره الهاشتاج ده طالع ترند في اثيوبيا بقاله كام يوم، من ساعه ابي احمد ما كان بيخطف في العاصمه اديس ابابا بخصوص الحرب اللي حصلت دي، والهاشتاج ده منتشر جدا في اثيوبيا. كل الاثيوبيين تقريبا بيقولوا نو مور. نو مور يعني ايه؟ يعني كفايه كده. كفايه على ايه بقى؟ كفايه على تدخل امريكي، كفايه على نشر اخبار كاذبه. هم اللي بيدعوا يعني الاعلام اللي انا بنقل منه اللي هو الاعلام الغربي، يعني بيطلع اخبار كاذبه، اللي هو منهم نيويورك تايمز، سي ان ان، الكلام ده كله، وبيقولوا ان جبهه تحرير تجري بتتقدم لحد العاصمه. مفيش الكلام ده خالص. طب ايه رايك بقى ان طلع اعلان من جبهه تحرير تجري بيقول لك ان هم هيخشوا مدينه قريبه جدا على الحدود بتاعت اديس ابابا. المدينه دي اسمها ايه؟ اسمها دير برهان. دير برهان دي زي ما انت شايف على الخريطه، على فكره الخريطه دي مش جايبها من عندي، ده من عند بتوع تجري. قال لك خلاص احنا بنهجم على المدينه دي من اربع محاور مختلفه، وهنخش عليها لو دخلوا على المدينه دي خلاص هم فقط واقفين عند حدود العاصمه اديس ابابا، وهيبتدوا يحاصروها. الموضوع مساله ايام، لان هم بالفعل داخل مدينه دير برهان دي. فالاثيوبيين عاوزين يحاربوا الاخبار اللي بتطلع من اثيوبيا. بس انا واقف قدام كم مقاله كده اقويه جدا جدا. مقاله نزلت في ذا كونفرسيشن، او موقع اسمه ذا كونفرسيشن، على فكره الموقع ده قوي. وفي نفس الوقت نزلت مقاله تانية في بي بي سي، ونزلت مقاله ثالثه في فورين افيرز. الثلاث مقالات دول هيشرحوا لك ايه اللي بيحصل بالظبط في اثيوبيا، واعرفوا لان الموقف خطير جدا. البي بي سي بتقول لك هي ازاي جبهه تحرير تجري قدرت توصل لحد هنا، وقدرت تتغلب على الجيش الاثيوبي. مش شايف ان الموضوع ده غريب شويه؟ يعني كون ان جبهه او ميليشيات تعرف انها تتغلب على جيش وتيجي لحد العاصمه بتاعته، ده موضوع غريب، خاصه ان الحرب ابتدت عند عاصمه اكليم تجري اللي هي ميكالي. ازاي الحرب تتقلب كده؟ الحقيقه ان البي بي سي عشان تشرح لك الوضع كويس استعانت ببعض الناس من التي بي ال اف، يعني مقاتلين سابقين من جبهه تحرير تجري نفسهم، فكانوا بيقولوا لها احنا بنشتغل ازاي. اولا الناس دي بيقولوا حاجه ظريفه جدا، بيقول لك على فكره لازم تركز على دور جيش اريتريا. خد بالك بقى من الكلام، وانا جايب لك الثلاث مقالات تلخيصا ليهم. دور الجيش الاريتري ده دور عظيم. ليه؟ انت عارف اريتريا كانت قطعه من اثيوبيا. اريتريا دي قطعه من اثيوبيا. الجيش الاثيوبي نفسه هو الجيش الاريتري. بلاش، التي بي ال اف كانت بتحارب الجيش الاريتري، والجيش الاريتري كان بيحارب تي بي ال اف، فالاثنين عارفين خبرات بعض. فلما دخل الجيش الاريتري مع الجيش الاثيوبي حصل خلل عند جيش جبهه تحرير تجري، لان الجيش الاريتري تقريبا بيستخدم نفس المنطق او نفس المنهجيه في القتال بتاع تي بي ال اف، او عارفها، فصعب التغلب عليه.
والدليل ان تي بي ال اف او جبهه التحرير التجريه والجيش الاريتري فضلوا يحاربوا بعض سنين مش عارفين يتغلبوا على بعض، ولا ده عارف يكسب ولا ده عارف يكسب، الاثنين فاهمين بعض جدا. فلما جيش اريتريا ده انسحب او خرج من المعادله وساب جبهه التحرير التجريه تحارب جيش اثيوبيا، الموضوع اختلف. اوعى تنسى الموضوع ده. طيب تاني حاجه، مقاتل سابق في التي بي ال اف او جبهه التحرير التجريه بيشرح ازاي الجيش بتاع التي بي ال اف ده كان بيشتغل. اولا الجيش ده بيشتغل ازاي؟ حرب عصابات. يعني اول ما القتال ابتدى يقرب من ميكالي اللي هي عاصمه تجريه، جبهه التحرير التجريه قلبت الحرب بتاعتها لحرب عصابات. طب الحرب العصابات دي بتشتغل ازاي؟ حرب عصابات دي يعني اضرب ويجري، يعني يضرب ويستخبى. الحرب دي محتاجه تسليح خفيف، ما ينفعش يبقى معاك دبابات طيارات مدافع، ما ينفعش الكلام ده كله، انت تسليح خفيف رشاش ومسدس وزخاير وكده، واضرب واجري واستخبى. الغريبه ان بعد تحقيق نجاحات ابتدت جبهه التحرير التجريه تخش في مواجهات مباشره، يعني مش حرب عصابات، ابتدوا يطوروا الموضوع ده، يدخلوا في مواجهه مباشره وقتال. ليه؟ بيقولك مثلا كانوا يركزوا على كتيبه معينه، يقعدوا يركزوا عليها هجوم خاطف لكذا مره، يضعفوا الكتيبه دي او يضعفوا النقطه دي، وبعدين يخشوا في مواجهه مباشره معاهم بكميات كبيره من المقاتلين يخلصوا على الكتيبه دي كلها. ده اللي ادى لخلل ناحيه الجيش الاثيوبي. الجيش الاثيوبي مدرب ان هو يواجه جيش وكل استعداداته، وده من عندي، ان هو كان هيواجه الجيش المصري مثلا او جيش منظم، فجاه ابتدى يواجه ميليشيات، والجيش اللي كان بيدعمه اللي هو جيش الاريتري انسحب، فبقى يواجه الميليشيات دي لوحده. تاني حاجه، خلي بالك ان اللي بيحارب داخل الجيش الاثيوبي اللي راح يحارب جبهه التحرير التجريه ده جيش من الامهره وجيش من الاورومو، يعني قبيلتين مختلفتين تماما عن التي بي ال اف اللي هي اصلا اكتر قبيله متمرسه في القتال. ما عندهمش نفس الخبرات بتاعه التي بي ال اف دي، يعني الامهره والاورومو ما عندهمش نفس الخبرات بتاعه التي بي ال اف خالص. الحقيقه ان بي بي سي برضو ما فهمتش ازاي حرب عصابات، وحتى يا سيدي لو دخلت مواجهه مباشره بعد حرب العصابات دي ازاي قدرت تواجه جيش وتتغلب عليه. الحقيقه في واحد من بتاع جبهه التحرير التجريه، والراجل ده شغال محلل واقتصادي، يعني راجل محلل ومحلل اقتصادي كمان، قال لها ايه؟ قال لها على فكره اصل الجيش الاثيوبي عمل خطا غريب جدا. اولا لما دخل جوه ميكالي العاصمه ابتدى يرتكب جرائم، ده حاجه. تاني حاجه ابتدى يحاصر الشعب بتاع تجريه ده عاوز يموته، يعني مساعدات كان مانع المساعدات. فايه اللي حصل؟ الجيش الاثيوبي ما بقاش يحارب ميليشيات، ده بقى يحارب شعب، بقى يحارب شعب تجريه كله. يعني جبهة التحرير التجريه ما وجدتش صعوبه في تجنيد ناس جديده خالص، فابتدى اعداد الجيش بتاع تجريه ده يزيد يتضاعف، فبقت حرب العصابات تزداد شراسه وتزداد قوه، وابتدت تتقلب بمواجهات مباشره من الاول. يعني مفيش اضرب واجري من الاول، لا، ده بقت مواجهات مباشره منه للجيش على طول. واللي ساعده على كده كميه المقاتلين الجداد اللي دخلوا. كل الاثيوبيين اللي مع ابي احمد بيراهنوا على ايه؟ ان ده تقدم مرحلي، يعني اكيد جبهه التحرير التجريه مش هتعرف تستمر على كده، اكيد الجيش الاثيوبي هيتدارك الموقف ويقوم يضرب. بس خلي بالك ان الجيش الاثيوبي ابتدى يستنزف لان الحرب دي بقى لها سنه. جبهه التحرير التجريه او المقاتلين دول بتوع التجريه على حسب الوصف بتاع الراجل بيقولك ايه؟ بيقولك اولا دول بياكلوا حد الكفاف، يعني مش بياكلوا الاكل كتير ولا اكله قليل، يا دوبك ياكل اللي هو يعيشه، يضمن بس ان هو يعيش النهارده، فمهما تحصره هو بيعرف ياكل، بياكل بقى تعابين، بياكل معرفش ايه، يعني المقاتل بتاع تجريه ده بياكل على حد الكفاف فما بيفرقش معاه الحصار، ده اولا. تاني حاجه، الحرب دي لعبتهم والارض دي ارضهم وكانوا ماشيين فيها كذا مره، غير الجيش الاثيوبي اللي ما كانش دخل اقليم تجريه قبل كده. كل العوامل دي بترجح جبهه التحرير التجريه. اللي واقفين عنده حاجه مهمه جدا، ان الجيش الاثيوبي لحد دلوقتي مش عارف يقرب المعركه او مش عارف يتدارك الموضوع ده، اللي كل الناس مستغرباه له. يعني الموضوع مش مرحلي فقط، لا، ده انت مش عارف تقلب الجبهه بقى. واضح كده ان تي بي ال اف عمال يقوى والجيش الاثيوبي عمال يضعف، وبرغم كل الصور وكل التصريحات والتغريدات اللي بينزلها ابي احمد على الارض بيتم اكتشاف عكسها. انا بقول لك واقفين خلاص هيخشوا على العاصمه ويبتدوا يحاصروها، خلاص احنا نتكلم كيلومترات قليله مش كتير. دير برهان ده مش بعيد عن دي صبابه زي ما انت شايف في الخريطه، فالموضوع قريب. الجيش بتاع تي بي ال اف ابتدت اعداده تزيد، ابتدى لوجستيا يعرف يشتغل، والتقدم المرحلي ده ما بقاش مرحلي بفضل ايه؟ بفضل التحالفات مع القبائل الثانيه. كل ما الوقت بيعدي ما كانش في صالح الجيش الاثيوبي، لا، ده كل الناس اللي كانت كارهه حكم ابي احمد ابتدت تنضم لجبهه التحرير التجريه. قبيله الاورومو او الناس اللي خارجه من قبيله اورومو انضمت لجبهه التحرير التجريه، مع ان دول على عداء شديد، الا انهم اتفقوا على عدم حكم ابي احمد وضروره اسقاطه. ده اللي قلب موازين المعركه لحد دلوقتي.
طيب ابي احمد بيراهن على ايه؟ بص طلعت افريكا انتليجنس، موقع افريكا انتليجنس ده موقع بفلوس وموقع مهم والكلام ده كله، بس انا خدت منه معلومه مهمه جدا. موقع ده نزل مقاله في يوم 15 نوفمبر اللي احنا فيه ده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ابي احمد تلقى دفعه طيارات مسيره من تركيا تقدر ب 10 طيارات مسيره. خلي بالك انا كل المصادر اللي انا جبتها لك قبل كده بتاكد امتلاك الجيش الاثيوبي طائرات مسيره من تركيا، انا ما اعرفش العدد، ما حدش كان يعرف العدد، ولا بلينكات ولا ريتري هاب ولا اي حد كان يعرف العدد قد ايه. انما افريكا انتليجنس قالت لك العدد، قالت لك هو جاله 10 طيارات مسيره من تركيا. ال10 طيارات دول اللي بيعمل منهم دلوقتي 6، يعني في 4 راحوا، 4 اسقطتهم جبهه تحرير تجري، ففي 6 حاليا هم اللي بيشتغلوا. هل دول اقوياء؟ والله بص هما لحد دلوقتي مش عارفين يقلبوا مسار المعركة، ده حاجة. تاني حاجة دي مش اعداد مسيرات تنفع تقلب مجرى حرب او نتائج حرب او اي حاجة. يعني ايه 6 مسيرات؟ هتعمل ايه 6 مسيرات؟ ولا حاجة. بس خلي بالك ان لو جيت تبص دلوقتي هتلاقي في تنشنة او في زي انهيار في المحادثات بين القاهرة وانقرة، ممكن يكون مسيرات تركيا دي السبب او جزء من السبب او عامل معين. فالراجل معاه 6 مسيرات تركيه، ما تعرفش معاه كام صينيه او كام ايرانيه، لان هو معاه ايرانيه وصينيه واسرائيل رفضت تدي له مسيرات من عندها، ده اللي معروف دلوقتي. فابي احمد بيراهن بكل حاجه، كل ما اوتي من قوه، وبرغم كده مسار المعركه مش بيتحول، ودي خطوره. جبهه التحرير التجري، عشان اخلص المقاله بتاعت بي بي سي، جبهه التحرير التجري دلوقتي معاها اسلحه، معاها مدافع، معاها بنادق، معاها دبابات، معاها كل حاجه. ليه تاني بقوا جيش ما بقوش ميليشيات؟ لما عملوا التحالفات الجديدة، لما الشعب كله انضم. خلي بالك سكان جبهة التحرير التجري يمثلوا 6% فقط من اثيوبيا او تعداد اثيوبيا. العاصمة اللي بيتكلموا عليها دي ان هم هيحاصروها، ادي صبابة دي فيها 5 مليون بني ادم. تخيل انت 6% هيحاصروا العاصمة بتاعت اثيوبيا اللي اثيوبيا التعداد بتاعها 100 مليون بني ادم، يعني 6% هيتحكموا في 100 مليون، حاجة كبيرة جدا. فمهم ان المقالة دي خطيرة جدا عشان تكشف لك نوعية القتال، ازاي الحرب اتغيرت من ميليشيات لجيش، ازاي في لوجستيات بتتحرك، ازاي جبهة التحرير التجري دي بتتحرك. بس موقع ذا كونفرسيشن كان له رأي تاني في الموضوع ده، قال لك ايه؟ قال لك على فكرة اللي بيحصل في اثيوبيا ده بسبب 5 عوامل، وهي اول عامل عدم شعبية ابي احمد. ابي احمد ما بقاش محبوب زي الاول، الحكم بتاعه ما بقاش محبوب. ليه؟ خلي بالك ان ابي احمد قعد يوعد كتير جدا بحاجات كتيرة جدا ما نفذهاش. هو كل اللي كان شغال عليه حاجة مهمة جدا، وهي ان هو يدمر اقليم تجري، لان هو كان شايف ان ده المنافس بتاعه. كل سياساته الاقتصادية والعسكرية والسياسية كانت كلها بتصب في حاجة واحدة، وهي هزيمة تجري. تاني حاجة انتشار الخلافات بين القبائل في اثيوبيا، في خلافات كتيرة بين القبائل، ما فيش قبائل متفقة مع بعض، وده برضو ادى لتفكك الجيش الاثيوبي، بقى في خلافات داخل الجيش الاثيوبي. تالت حاجة ان هو لعب في القيادات بتاعت الجيش، كل شوية يغير الجيش بتاعه ويغير القيادات بتاعته. رابع حاجة ان في تحالفات هشة، كل التحالفات اللي كانت بتقوم تبع ابي احمد كانت هشه جدا جدا. واخيرا واخر بند، وهو العامل الاريتري او الجيش الاريتري اللي دخل المعركه اذى ابي احمد وطمعه ان هو يحقق انتصار واهم على جبهه التحرير التجري وانسحب، وبقى منظر ابي احمد ان هو خاين قدام شعبه. فورين افيرز في مقاله صادمه بتقول لك ايه؟ بتقول لك حاجه واحده بس، بتقول لك على فكره حل اللي بيحصل في اثيوبيا دلوقتي هو حاجه واحده بس، اسقاط ابي احمد. يعني اللي يحل المسائل دي كلها ان ابي احمد يسقط. ليه؟ لان ما بقتش دوله. حتى لو ابي احمد الجيش بتاعه غير مسار المعركه وقدر ان هو يتغلب على التي بي ال اف وراح لحد العاصمه، ما بقتش دوله، ما بقتش دوله. كل اللي حصل في اثيوبيا ده جعل اثيوبيا مفككه اكتر من الاول، واللي حل الوحيد ان ابي احمد يرحل او يسقط او يتم اسقاطه سياسيا. طول ما هو قاعد اثيوبيا بتتدمر. تاني حاجه، قبائل ايه اللي هتطيع ابي احمد في عز الهزايم اللي هو بيتلقاها دي؟ ما ده موضوع غريب. بس خلي بالك ان ما زال ابي احمد بيتمتع بشعبية خارجية عند مين؟ عند الصين وروسيا والامارات. ماشي، هو بيتمتع بشعبية. على فكرة في ناس قاعد تقول لي ليه الامارات داخلة في الموضوع؟ الامارات بتحارب النفوذ الايراني داخل اثيوبيا. اثيوبيا كانت دولة ايام حكم تجري، وايام سيطرتهم على اثيوبيا كانوا بيتعاملوا مع الامارات وكانوا داخلين مع الامارات بشكل جامد. جه ابي احمد قلل النفوذ ده شوية في مقابل ان هو عزز علاقته بالامارات ومقابل فلوس وكلام ده كله. فالامارات بتتقرب من ابي احمد مقابل تقليل النفوذ الايراني داخل اثيوبيا، لان اثيوبيا مهم. هل الامارات بتبعت الجيش بتاعها هيحارب؟ ما حصلش الكلام ده، يعني مفيش جيش اماراتي موجود في اثيوبيا، وانسوا الكلام ده، والكلام ده كلام فارغ. بس انا عاوز اقوله، طيب انا بس بشرح لك عشان الناس اللي عماله تسال. اخر حاجه حصلت ان كان في قرار من مجلس الامن المفروض يطلع عشان يوقفوا القتال في اثيوبيا.
اللي وقف للقرار ده هي روسيا. روسيا رفضت القرار ده ورفض ان هو يطلع واستخدمت الفيتو فالقرار ما طلعش وفشل 15 عضو في مجلس الامن ان هو يروح ويطلع قرار من مجلس الامن بفضل التحالف الروسي الصيني. امريكا انتوني بلينكن طلع قالك على فكرة احنا ما زلنا بنضغط على ابي احمد بشكل كبير جدا عشان يوقف القتال هناك باي شكل. الغرب كله فشل في كل محاولاته. وخلي بالك الضغط الامريكي تقريبا كده امريكا ما عندهاش حاجه تضغط بيها على ابي احمد لان الراجل بيسقط خلاص. تضغط بايه؟ يعني انتوني بلينكن طلع بتصريح مستفز قوي يقول لك احنا بنضغط عشان نوقف الحرب. بايه؟ ده راجل خلاص بيموت، الراجل بيفنش، تضغط عليه في ايه؟ فده كله كلام فارغ. خلينا بقى في اهم حاجه انا سايبها للاخر كده، هي مساله سد النهضه. دلوقتي الراجل كبير المفاوضين الاثيوبيين اللي هو دكتور سليشي بيكلي طلع قال احنا هنولد كهرباء خلاص كمان كام اسبوع هنولد كهرباء. وامبارح اثيوبيا الجزيره عملت لقاء مع مدير سد النهضه قال لها خلاص احنا هنولد كهرباء على طول. الحقيقه دكتور عباس شراقي طلع مع عمرو اديب ودخل معاه في مداخله، مش بس كده اتكلم في ار تي نيوز واتكلم في اكتر من موقع عن ان كل اللي بتقوله اثيوبيا ده كلام للاستهلاك الداخلي، ده مش كلام حقيقي تماما لان اثيوبيا لحد دلوقتي فشلت في تركيب التوربينات. ده دكتور عباس شراقي اللي هو بيقول قالك من 2014 لحد دلوقتي فشلوا في تركيب توربينات. تاني حاجة السد دلوقتي وراه 8 مليار متر مكعب حاليا، يعني دلوقتي 8 مليار متر مكعب، والواضح كده ان اثيوبيا عمالة تخسر من المياه دي كتير، في حدود ابتدت تخسر منها 2 مليار، يعني هي شغالة دلوقتي بتخسر 2 مليار. مجرد ما تفتح البوابات لازم تولد كهرباء، لو فتحت بوابات التوربينات دي عشان تنزل المياه من البوابات دي عشان المياه خلاص قربت تخلص وما تعديش من فوق السد او ممر الاوسط، فهيضطروا يفتحوا البوابات. لو فتحوا البوابات من غير ما يولدوا كهرباء مش هيعرفوا يولدوا كهرباء. طيب لو فتحوا البوابات معناه ان هم هيبتدوا العمل على الممر الاوسط، وانا اؤكد لك مش هينفع يعملوا حاجه زي كده. ليه؟ في حرب اهليه، مين هيروح يشتغل دلوقتي في ظل وجود تهديدات مسلحه لسد النهضه؟ يعني مين اللي يروح يشتغل؟ اصل السد ده عشان تودي عمال وتامنهم ده موضوع كبير. تاني حاجة خلي بالك مواد البناء دلوقتي عالميا زادت جدا، اقف عند الحتة دي، مواد البناء في العالم سعرها زاد جدا. اثيوبيا منهارة، حتى لو بيلموا 305 الف ولا 105 الف او اي حاجة مش ده المبلغ اللي يبنوا بيه سد. السد ده عشان يكمل لازم له فلوس كتيرة جدا، هيجيبوها منين؟ مواد البناء غليت في العالم، وقف قدام الحتة دي اثيوبيا ممكن ما يكونش معاها الموارد اللازمة مالية وبشرية لاستكمال السد ده. من عندي بقى الدكتور عباس شراقي ما قالوش، بس انا بقول دكتور عباس شراقي بيقول لك اثيوبيا فشلت في توليد الكهرباء، اثيوبيا هتفشل في توليد الكهرباء اصلا، موضوع خمس اسابيع ده مش هيحصل، وانا باكد لك ان اسعار البناء زادت وموضوع تامين سد النهضه اكثر صعوبه عن الاول. خلينا نشوف الدنيا تمشي ازاي. هاكد لك على اهم حاجه مصر حصلت عليها في الحرب الاهليه دي وهي ايقاف سد النهضه. هيفضل عامل كده، تضربوا بقى ما تضربوش ده قرار مصري، مصر تشوف اللي هي عاوزاه. رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب ننصر مصر. تحيا مصر، سلام. ومن الخلق اللي